ماذا تفعل إذا أخبرتك أن ثغرة الدفر سوار لم تكن مفاجأة للجيش المصري؟ هم كانوا محاصريننا وإحنا محاصرينهم، حلقة جوه حلقة. الدفر سوار مش عار عشان نتفاداه؟ قال إحنا ما فيش بيت في إسرائيل إلا ما فيه قتيل، أو نحط رأسنا في الرمل. كانت مقبرة وكانت سيتم تصفيتها لا محالة. هذا الحصار داخل حصار الذي أثبتت مصر فيه بطولتها. شارون كان يسعى لانهيار الدفاعات المصرية بالكامل شرق وغرب القناة. كانت خسائر فرقة شارون 70 دبابة بالإضافة ل 300 عسكري. وندموا على اليوم اللي هم دخلوا في الصخر. إسرائيل لا تتفاوض وهي منتصر، حالة الهزيمة تتفاوض. بطولة ينبغي أن نفتش في محطتها وأن تتعرف عليه الأجيال. ثغرة الدفر سوار قريباً على الوثائقية.